مرحبا بنات، شلونكم؟ اخباركم؟ اليوم اجينا وياكم بفيديو جديد، فيديو تحفيزي وياكم. راح ارتب الكاونترات. طبعا بديت الفيديو بالمواعين والقلاصات والهوسة مالت السنك، بس طبعا كانت غاسلتهن كليتهن. هاي كانت عندي قبل بيوم، كانوا خطار وبعدين طلعوا الخطار. غسلت المواعين كليتها هي والقلاصات والشطلات وكل شيء، كل شيء غسلته. فمثل ما تشوفون خليتهن، اجيت ارجعهم بالكاونتر، بعدين قلت خل اصور وياكم شلون راح ارجعهم بالكاونتر وشلون راح ارتب الكاونتر، لانه الكاونتر يحتاج لترتيب، لانه طبعا تعرفون اذا كان اكو خطار بالبيت ويطلعون البيت يصير يعني شويه بيه الغراض زايده، والكاونتر ارجع بيه الغراض شلون ما كان من يروحون الخطار ابدا ارتب بيه. فيلا خليكم ويانا رتب الكاونتر. هنا عندي بالبداية الكاسات مالات الحلو أو مالات الموطة أو مالات الجلي، شنو تحبون تخلون بيهن. أنا أخليهن بالكاونتر بهذا الشكل، إنه أقلبهن ما أخليهن على وجههن وأخليهن بالكاونتر. وعندي هاي الجلاسات مال الآيس كوفي ومالات العصير هم أخليهن. عندي هاي الجلاسات راح أخليهن بهذا الشكل، ما راح أقلبهن لأنه إذا أقلبهن ما راح تكفي المسافة، فراح اخليهن بهذا الشكل. بس الكاسات قلبتهن على مود يصير شكل الكاونتر مرتب. هنا هذا اول يعني اول طابق رتبته. هنا الطابق الجوا جبت الكلاسات قلبتهن مثل الكاسات. بنات كتبوا لي بالتعليقات شنو تحبون اسوي لكم فيديوهات، شنو الفيديوهات اللي اكثر تحبوها. انا صار لي فتره ما مسويه فيديوهات طبخ، دا اسوي كليه تنظيف وروتينات. فاذا يعجبكم ارجع اسوي طبخ وحلويات ومعجنات كتبوا لي، او تحبون هيك فيديوهات ما ترتيب كيفكم. طبعا شفت هنا الجلاصات متكفي، فجبت عندي باقي بس هاي الجلاصين منسيت كله. هنا ستة لي ورا وذني الجلاصات بس اثنين من هذا السيت، وهاي الجلاصات الدائرية هم حطيتهن بهذا الشكل. وعندي هذا الجلاص مال البيبسي مخليته بالزاوية. ايش قد ما احاول ارتب بالكاونتر، بس من يجون خطار لازم ينخبص، ولا اذا يضل على ايدي بس احنا بالبيت ماكو احد خطار ويانا لا ارجعهن الوقت بوقته، بس اذا كان خطار لا ينخبصن. هنا عندي هذا القلاص اني حاطه بيه الخواشيق مالات الشاي، ومخليه بيه هاي البلاستيك اخلي بيها راس العبد. وهنا صار عندنا نظيف مثل ما تشوفون ومرتب. طبعا ما يحتاج امسح جوا لان هو كله نظيف، لانه مثل ما تعرفون اي دي بي دائما ما اتركه. وهاي الجرار مالت الفناجين والكوابه، هاي انا كنت شايله بس كوابه الشاي، العفو الاستكانات مالت الشاي، فبديت ارجعهن. انا رتبتهن بالفيديوهات قبلها وياكم، بس مجرد انه رجعتهن بعد ان نشفن من المي. الما نشف من المي نشفته بالخاولي ورجعته، وصار عندنا بهذا الشكل مرتب. دائما احافظ على ترتيب الكاونتر واحبه مرتب بهذا الشكل. هنا عندي هذا الكاونتر مخبوص كلش، شوفوا المواعين مو بمكانها ومخبوص، لانه المواعين مثل ما تعرفون اكثرها على السنك. وهنا مرجعه يعني كل شيء مو بمكانه وخابصته للمكان، فهسه راح احاول ارجع كل شيء مكانه. طبعا اني من اصفط بالكاونتر اخلي كل سيت مال المواعين بمكانه، يعني الدائري نفس الشكل بمكانه، هنا المربعات كلها بمكانه، ارتب على مود من اريد اطلعهن كلهن كاملات. هنا عندي هذا الماعون مال الزيتون موقفته لانه ما يكفي مكانه، واخلي هاي الكاسات الصغار واحده فوق الاخ، واخلي هاي المواعين الصغار. طبعا اشكال عندي هوايه مواعين، واكثر المواعين اللي عندي هي مواعين بيضة مثل ما تشوفون. انا احب اللون الابيض بالمواعين، فاكثرها لونها ابيض، وكل الاشكال تقريبا عندي. كل ما اروح للسوق او اروح الحاجة الف تعجبني من هاي المواعين، اجيب قطعتين، اجيب اربعة، اجيب ستة، حسب ما انا محتاجة اجيب. هذا الطابق الاول صفطته كملته. هنا عندي الطابق اللي جوه، هنا بديت اصفط بالكاسات، وهنا هاي المواعين الكبيرة هم خليتهن على صفحة وخليت هاي الكاسات عليها.
إيش قد أحاول أرتب الكاونتر على مود يبين بشكل مرتب، وهنا عندي هذا البايركس الصغير أستخدمه بهواي شغلات، وهاي الكاسات كلش أحبهن وأحب الشكل مالتهن، وبهذا الشكل صار أدنى مرتب. وحطيت هاي الكاسات، هاي طبعا كاسات بايركس تدخل بالأوفن، تدخل بالمايكرويف، كل الغراض اللي عندي تدخل بالمايكرويف، بس هاي الكاسات مال كريم كراميل أكثر شي. هنا عندي هذا المكان مرتب، ما يحتاج كل شي ألعب بيه لأنه ما اشتغلت بيه، وهذا هم مرتب، فما سويت كل شي بيه، بس مجرد أنه دا أشوف لكم إياه شلون المكان مرتب. هاي عندي الكوابة مال الشاي والقوري والشكردان، هنا حاطتهن. هنا عندي هذا الكاونتر الثاني، هذا القوري مال حليب او مال نسكافيه، بس هاي شكل الكوابة تصير لا هي دائرية ولا مربعات، تصير بهذا الشكل بيضوية، تصير الشكل بيضوي. هنا عندي ستة هي والقوري مالتهم والصينية مالتهم، الصينية مالتهم هم بيضة ومزغرفة كلها. وعندي هذا السيت الثاني مالت الحليب، حليب شاي اي شي يرهم بيه او نسكافيه كله يرهم بيه. هنا عندي حطيت المواعين، طبعا هذا السيت الابيض ما بيه مواعين، انه مجرد انه بس كوابة وقوري وصينية، انه هو اكثر شي مال حليب او مال نسكافيه. وهذا السيت لا هو مال حليب او مال شاي او مال شاي العفو، كل شي يرهم بيه، وصار هذا الطابق مرتب. اذا يعجبكم ترتيبي بالكاونتر كتبولي. عندي هذا الطابق هو مرتب فما لعبت بيه، الأشياء المرتبة ما ألعب بيهن، إنه مجرد بس أشوفها مرتب وأعوفه. أنا أحب دائما الكاونتر أرتبه بهذا الشكل. وهذا عندي الصفحة الثانية من الكاونتر، هاي المواعين أنا مرتبتهن هيجي، ما شاء الله بقد ما المواعين هواية عندي ما أعرف وين أخليهن. هنا هاي الصفحة مخلية بيها البلام الكبار، البلام اللي أستخدمهن ومواعين أمهات التفاحة، ومخلية بيهن كاساتهم. وهاي الصفحة مخلية المواعين الدائرية والبايركسات ومعون المقبلات، وهاي المواعين المربعة وموقفتهن لأنه ما يكفي المكان عندي، ومصفطة هاي المواعين الدائرية بهذا الشكل. وهنا عندي هذا الكاونتر أنا حاطة بيه الصواني، طبعا أريد أغير المكان مالته بس ما راح أغيره بهذا الفيديو، بغير فيديو راح ألقى له مكان، لأنه هذا المكان مثل ما تشوفون مسافة عريضة كلش، فراح أحاول أنقل بيها المواعين. هذا كان الفيديو مالتنا لليوم، إن شاء الله عجبكم الفيديو واستفاديتوا منه، ولو كان ترتيب بسيط بس حبيت أشاركه وياكم، لأنه أنا بديت أشتغل وبعدين جبت الكاميرا قلت لا خل أصوره وياهم. إن شاء الله عجبكم واستفاديتوا منه، شكرا لكم وشكرا للمتابعة، مع السلامة.